كانت الحرب النووية أخطر تهديد بالقرن العشرين، وكل مؤسساتنا الأمنية وجهت للتصدي لها، إلى أن جاء كورونا ليثبت لخبراء الدفاع أننا كنا عمياناً وعلينا إعادة النظر بتهديدات الأمن القومي. بهذه الكلمات عبر البروفيسور ستيفن بلانك، وهو محاضر سابق بكلية الحربية والدراسات الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي، عن خطر كورونا على العالم، فهو تهديد لصحة البشر وللأمن القومي. سنعود لشرح هذه النقطة، لكن لا بد من تعريف الأمن القومي. مبدئياً هو قدرة الدولة على حماية أراضيها ومواردها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية. جذور المصطلح التاريخية تعود إلى القرن السابع عشر بعد معاهدة وستفاليا عام 1648، التي أنهت 30 سنة من الحروب الدينية في أوروبا. وقتها اجتمع مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث، وممالك فرنسا وإسبانيا والسويد وهولندا، وحكام الولايات الألمانية، وأقروا أسساً جديدة لعلاقاتهم، أهمها الاعتراف بأحقية كل دولة في السيادة على قرارها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى. وضعت هذه المعاهدة الدبلوماسية التاريخية أسس العلاقات التي تضمن الأمن الجماعي لأوروبا. ولكن مصطلح الأمن القومي ظهر لأول مرة بعدها بقرون، حين أدخلته أمريكا بمعجمها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، وأفردت له منصب مستشار الأمن القومي الذي يعادل بأهميته حقيبتي الخارجية والدفاع، ويعني تعزيز القوات العسكرية والأجهزة الأمنية وتأمين الحصول على قدرات الدفاع والردع والتفوق. فلاحقاً بعصر العولمة حدثت تحولات بمفهوم الأمن، فلم تعد القوة ترتبط بالعامل العسكري، بل تعدته إلى السياسة والتكنولوجيا والتعليم والنمو الاقتصادي والمعلومات. لنأخذ مثالاً من التوتر السياسي القائم بين مصر وإثيوبيا على خلفية إقامة الأخيرة لمشروع سد النهضة على النيل، فزراعة مصر وحياة سكانها تعتمد عليه، وأي نقص من حصتها في مياهه سيتأثر بها اقتصادها، وهو تهديد لأمنها القومي. لنعد من حيث بدأنا ونشرح لماذا يعتبر كورونا تهديداً للأمن القومي. جعلت الدول تغلق مطاراتها أمامه. الإغلاق ما هو إلا محاولة لحماية صحة المواطنين التي هي جزء من الأمن القومي للمجتمع. فانتشار الوباء لا يختلف عن التهديدات الأمنية الأخرى مثل التجسس والحروب السبرانية. كل شيء في العالم تأثر، السياحة والتعليم والتجارة والمواصلات، لكن الإغلاق حماية حتى لو تسبب بخسائر وصلت حسب دراسة لجامعة سيدني نشرت في يوليو 2020 إلى 3.8 تريليون دولار عالمياً. من أجل هذا يتوقع الخبير الأمني الذي قارن بين خطر الحرب النووية وكورونا اختلاف عوامل الأمن القومي في عالم ما بعد كورونا، إذ يتوقع صعود دعم البحث العلمي للوقاية من الأوبئة لقمة المطالب الأمنية بدل العسكرية. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد، لا تنسى أن تعمل لنا لايك، فولو وسبسكرايب.